في احسن من خياطة سعاد. تقبري قلبي شو بتفهمي؟ لا بعيد الشر، اي انا جهازي لهلا عم بلبس منه اللي خيطتي لي اياه بايديكي. يوه انا خيطت لك؟ ايه يا دوب لما تجوزتي كان عمري 4-5 سنين في سخانه. لا يوه كان عمرك شي 15 سنه او اكثر، وكنتي اشطر وحده من بين بنات الست غفران الله يرحمها. مو انا ست نفيسه، مو انا وحده ثانيه، انتي غلطانه. لا يوه مالي غلطانه. بالعلامة الست غفران الله يرحمها لما كانت تمسكك ملبوسة إلي تقول لك ديري بالك يا سعاد هي للست نفيسة أحلى بنت بالحارة. إيه تذكرت بس أنتي صادقة كان عمري وقتها 10 سنين وعن جد كانت توصيني فيك الست غفران وشو تقلي؟ اسمعي يا سعاد يا بنتي الله يرضى عليكي لا تقصقصي زوايد الفستان لأنه بكرة بس يخلص العرس الست نفيسة بدها تشلح المشدات ما بترجع بتقلنا عرضوني او عيد هيك عم تقلي؟ لا ست نفيسة هي ما بتقصد هيك يعني اكيد فهماني غلط هي بتقصد على وحده ثانيه لا ما بقصد على وحده ثانيه نفيسك قصدي وحده ثانيه مزبوط مرت اخي معك حق مين كاني؟ مصطفى السكري عم بقول لحالي مصطفى ايه انا خربطت وهن تنتين بيشبهوا بعض نفس الحلاوه والقطافه والزرافه فخربطت بيناتهم ما علينا سعاد بدنا تخيطي لنا فستان لبهيجه من هالقماشه لك مو على عيني الله يرحمها لام مصطفى السكري حلوه ها